اهلا وسهلا فيكم من جديد، وين ما كنتوا عم بتتابعونا. بنبتدي مع محورنا الاول لليوم. انهيت بلديه محافظه الخفجي الدراسه الخاصه لاثنين من الفرص الاستثماريه الانشائيه المختلفه بالمحافظه. تفاصيل اكثر عن هالفرص وكيفيه الاستثمار فيها يطلعنا عليها رئيس بلديه محافظه الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني. اهلا وسهلا فيك استاذ محمد. حياك الله اخي، وارحب فيك وحقيقه ارحب بالساده المستمعين، وشكرا لكم لاتاحه الفرصه لنا لاستعراض الفرص الاستثماريه التي قامت بها البلديه. اهلا وسهلا بكم. شكرا لك، ونحن بيسعدنا تكونوا موجودين معنا. بدايه استاذ محمد، حدثنا عن الفرص الاستثماريه اللي عاده ما تطرح للمواطنين من قبل البلديه. طبعا البلدية من ضمن اهتمامها وتسعى دائما في طرح الفرص الاستثمارية وتهتم بتحسين جودة طبعا الحياة، طبعا من خلال تهيئة البيئة اللازمة لدعم واستحداث خيارات جديدة تعزز حقيقة مشاركة المواطنين والمقيمين والزائرين في مختلف الأنشطة التعليمية والصحية والخدمية. أيضا أنماط أخرى من تلائم وتساهم في تعزيز جودة الحياة وتنويع النشاط الاقتصادي وتعزيز مكانة المدن. نعم، اليوم ما هي الفرص المطروحة حاليا في بلدية الخفجي؟ طبعا البلدية تولي الاهتمام الكبير في طرح الفرص المميزة والمتنوعة، حيث تم طرح 16 فرصة استثمارية بأنشطة متنوعة وبمساحات مختلفة. تم تسوية مشروعين منها و14 مشروع تم الإعلان عنها عبر المنصة، ومنها طبعا مشاريع استثمارية مؤقتة وسبع منها مشاريع مستمرة بما يتناسب مع مدة العقد. طبعا من ضمنها صالة أفراح بمساحة تصل إلى 10,000 متر مربع، وكذلك سوق تجاري بمساحة تجاوز 6,500 متر مربع، وأيضا مشاريع خدمية أخرى مختلفة متاحة عبر منصة بلدي بوابة الفرص الاستثمارية. بإمكان المواطنين أو المستثمرين الدخول عبر هالمنصة والاطلاع على الفرص المتاحة طبعا حاليا دون الرجوع طبعا للبلدية واختيار الفرصة التي تناسب معها. طبعا أختي إذا سمحتي لي، أيضا يوجد لدى البلدية هناك خطة مستقبلية لدى البلدية بطرح ما يزيد عن أكثر من 50 مشروع استثماري بأنشطة مختلفة متعددة ومتكررة على عدة مراحل، تضمنت أنشطة تعليمية وصحية وخدمية وغيرها الكثير من الأنشطة المختلفة. يمكن المواطنين اللي راغبين في الاستثمار حابين نعرف كيف ممكن يستثمروا من خلال اللي حضرتك ذكرته، أو في إمكانية للاستثمار بطريقة أخرى؟ شوفي، المواطن والمستثمر يعني نعم. يستطيع الدخول عبر منصة بلدي بوابة نعم. الفرص الاستثمارية للاطلاع على المشاريع المطروحة والاستفادة منها من خلال هذه المنصة. طبعا بالنظر لكراسة الشروط والمواصفات ومدة العقد للمشاريع طبعا دون الحاجة لمراجعة البلدية طبعا نعم. ذلك لتسهيل الإجراءات للمستثمرين وخدمتهم. نعم، أنا بدي أتشكرك لوجودك معنا، سعيدين جدا باللي سمعناه. إن شاء الله في فرص استثمارية كثيرة للمواطنين الراغبين بالاستثمار في بلدية الخفجي أو في المشاريع يلي حضرتكم عم بتقوموا فيها. أنا بدي لكم يعطيكم ألف عافية وأتشكرك لوجودك معنا ولحديثنا عن هالفرص الاستثمارية. ألف مبروك لكم، كل شيء تم إنجازه. أهلا وسهلا فيك، حدثنا اليوم. يا هلا فيك رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني. شكرا لك أكيد. نحن رح